احنا شركه اركو بلس وان اوف راسكوم تيليكوم كومبانيز. احنا النهارده في الايفنت ده موجودين عشان تو بريزنت اور نيو برودكت اللي هو موبايل بانانز وبانانز فاكتوري. موبايل بانانز ده اول ابلكيشن ستور, موبايل ابلكيشن ستور بتسبورت كل الهاند سيتس اللي موجوده, الاوبريتنج سيستمز اللي موجوده. عندنا بارت مهم جدا وهو انك تلاقي كل الكونتنت اللي انت عايزها, من اذا كانت جيمز, ابلكيشن, تيمز, فيديوز, ايفن حتى الميوزك موجوده عندنا على الاب ستور بتاعنا. نفس الوقت بتلاقي عندنا الاوبورتيونيتي انك انت تديفلوب ايديا وتلاقي حد يتبناها منك من خلال بانانز فاكتوري. لو انت عندك فكره لموبايل ابلكيشن ومش عارف ازاي توصلها او ازاي تنفذها او ازاي محتاج اي مساعده اللي كانت ليها علاقه بحاجات تكنيكال او حاجات ماركتنج, فاحنا بنقدر نسبورت معاك في الجزئين دول. الجزء الاولاني ان انت لو عندك الفكره هتيجي تقعد معانا وهنفكرك وهنقول بنقول للناس ازاي تنفيذ الفكره وبنبتدي نقيم البرودكت نفسه. الفكره بقى التسويقيه ان انا باخد منك الابلكيشن وابتدي اوزعها على التشانلز بتاعتنا اللي هي الابلكيشن ستور, موبايل بانانز وكل الاب ستورز اللي موجوده في الميدل ايست.